السلام عليكم البنات الدراري، مرحبا بكم في هذا لاشين ديال اسماء ستايلاش. فوالا كيف كتشوفوا دابا كتبريباري الفلوغ ديالها اللي غادي يكون معنا ان شاء الله في الكارافان. خليكم معنا باش تشوفوا بزاف بزاف ديال الحوايج. صباح الخير ومساء الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ اموركم على خير؟ ما عرفتش غادي نبان لكم مزيان ولا لا، لحقت الظلام والصداع كيف ما شفتوا. اعتمالي بدا لنا لا فيديو الفلوج اليوم ان شاء الله فلوج مختلف. اليوم ليفيلمون ديال لاسوسياسيون ستيب الخير اللي قلت لكم من قبل، وقلت لكم غنخليها لكم سوربريز، واللي هي اون كارافان ان شاء الله. مي ما غاديش نقول لكم لا ديستيناسيون، غادي نخليها حتى نوصلوا ان شاء الله. دونك سي اون كارافان سوسيو ميديكال ان شاء الله، يكون فيها بزاف ديال لي زاكتيفيتي، بزاف ديال الحوايج، وان بروغرام لي ان بو شارجي، فيه شويه ديال الخدمه، فيه شويه ديال الترفيه، شويه ديال الراحه. واخا حتى اخر لحظه وقلبنا البروغرام، نورمالمون كنا غنسبقوا البلاصه اللي غادي نخدموا فيها على حساب الكارافان، ومن بعد نمشيو نفوجوا شويه ونبدلوا شويه ديال الجو في افران. ولكن بما انه تولوج دونك قلبنا البروغرام، حيت الطريق ما بين افران وبول مركز كتكون مقطوعه. دونك غادي نسبقوا افران، ندوزوا في واحد دو جوغ، ومن بعد ان شاء الله غادي نهبطوا. ديجا قلت لكم فين، واخا كنت كنقول لكم ما غاديش نقول لكم لا ديستيناسيون واخا كنت كنقول ما غاديش نقول لكم لا ديستيناسيون، مي بون حيت راسي قلتها. دونك غادي نسبقوا ان شاء الله افران هي الاولى، ومن بعد غادي نهبطوا فين البولمان. ويلاه معنا. اوف الكار فاش غادي يمشيو. يلا الوغ ان شاء الله. والله الا هاد الكارافان تيلمون فيه بزاف ديال الحوايج اللي كنشوفو راسنا غادي في جهه وكنوليو في جهه اخرى، حتى كنلقاو راسنا الحمد لله كنمشيو شي حاجه، واللي فعلا كيقول لك ما تمشي غير في نفسك الله، وكل خيره فيها خير الحمد لله. دابا غادي يكون عندنا وقيته باش انا نستافدو كثر ونبروفيتيو كثر في الوقت ديالنا في افران ان شاء الله. غادي نشوفوا ارتأت الثلوج ان تتساقط لترى لتنظر الى وجوهكم الجميله. وهذا الشيء اللي كاين، دونك كل شيء طلع، باقي شي حد؟ شوفوا صحابكم اللي حداكم، لا يكون شي واحد منسي ولا كل شيء كاين. الوغ قبل ما نديروا الديبار غادي نديروا واحد الدعاء السفر بيان سور باش نكونوا ان شاء الله مامنين. شوف سين طلع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله. اذا الحمد لله كان اول مره غنكون معكم، والحمد لله كان عمل صالح اننا غنشروا الخير. دعاء السفر هو سبحان ربي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وما كنا له مقرنين، إنا إلى ربنا لمنقلبون، إنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم اجعل سفرنا سفرا صالحا. آمين. السلام عليكم. فوالا كيف ما كتشوفوا، حنا دابا وصلنا لواحد المحطه الاستراحه. كاين البرد ولكن واجدين لان ديجا غادي يكون ان شاء الله فوالا. دونك كيما قلت لكم موجدين بزاف ديال المفاجات وبزاف ديال الحوايج ان شاء الله غادي نعيشهم في هذا الكارافان. خليكم معنا وان شاء الله هذا الفلوغ غادي يكون اكسبسيونيل عند اسماء ستايلش. استعتمان هو اللي مدوز الفلوغ كامل، انا ما عندي حاجه فوالا، كيتحقوا بينا فوالا. هذا الشيء اللي كاين، ونقول لكم كاين البرد بزاف، وفي افان كاين بزاف ديال البرد. كيقولوا لهم
اللي كيضرب الشوكولا اللي كيضرب الكاميرا اللي كيضرب اتاي الله كيضربو نعاس يلا جاتكم عندنا ما نجيش كيما ما نساليه ما نعسش كل شيء شوكولا شو لا انا اتاي شو متضامنين معاك كل شيء بغيتي انتو قاطعين اتاي والله انا ندير لكم حراج كل سنه وفخ دارو لك واحد Three hours later. الموت ديال البرد تما كاينين شويه عرفتي شوف عرفتي كاين موانزه خصكم ما مولفاش بالنهايه بالبرد براده السماقله ديال بصح شوفوا الدراري شنو كيديروا عرفتي مع باقي زعما الصباح بكري هادي الساعه 7:30 والسقيل كتسمع واحد الصوت غير صوت يعني كاين كيفما قلت لكم سبقنا افران لحقاش كيفما كتشوفوها تلوجه ديال بصح يعني امبوسيبل باش اننا نقدروا نكملوا الطريق حتى لبولمان واخا كيفما قلت لكم في الاول بلي ما بغيتش نقول لكم لا ديستيناسيون باش نخليها لكم سوربريز تعرفوا ابري فين غاديين ولكن تلقيت راسي داويه دونك هاد لا كارافان هي الناس ديال المنطقه ديال بولمان وبالضبط دوار الصف دونك تما فين غادي نمشيو ان شاء الله و سيتي بروغرامي اننا نسبقو تما نحيدو عندنا الخدمه ونكملو داكشي اللي غادي يدار لحقاش هاد لا كارافان غيكون فيها دي كونسلطاسيون غيكون فيها غنفرقوا فيها الدواء غيكون فيها الحوايج غيكونوا فيها حتى القفه ديال التقضيه وغادي تعاود فيها الاصلاح ديال المدرسه ديال المنطقه دونك كنا في الاول اولين اننا غادي نسبقوا تما هو الاول نقادوا المسائل ديالنا ومن بعد بيسكو جات مع ويكاند وجو فيري نهبطوا ديك الساعات نالي الموت ديك الساعات نهبطوا الافران ولكن ملي شفنا الجو بحال هكا قلنا سبقوا الافران هو الاول لحقاش كيف ما كان الحال الافران غيكون شويه ناقص على بولمان اكثر دونك سبقنا الافران هي الاولى و ندوزو واحد يومين وجاك ولا حمار عرفتي يدي صافي ما كنحسش بيهم معايا طريق كلشي لاباس عرفتي الجو ما كيبان لكم حتى شي حاجه من غير ودين البرد ومعايا اشرف غيتبرد يجي لهنا يتبرد مع راسو الموت فريمون الموت ديال البرد موسيك وانت كتعطيني موزه كل مره دابا لحقت تحت الداخل ماشي هو برا غادا تلقى ديو كتهبط قفرناه داخل في الكار والمان كيغلقاو موكاز المهم البرد صافي جينا لهاد لي شالي هادو حنا باقي ما دخلناش لحقاش ما عندناش لاكسي اللي هم حتى ل 8 هادي غير 7:30 دونك خصنا ضروري نتسناو واحد الساعه بما يجي الريسبونسابل عاد ديك الساعه ندخلو ان شاء الله وهاد الساعه غادي ندوزوها فهاد السميقلي شوف شفتي لا بوزيتيفيتي في اي حاجه ياك
شوف دابا بحال هادشي ما كنشوفوش الطاسه ديال انا اول مره شفت صافي من بعد مبقاش حنا تلاقينا نيت مع زعما تلاقينا مع مع الوقت ديال الثلج يلا يلا كي يلا البارح واحد الوقيته كان يلا البارح كيف بدا واحد الوقيته كان هاد العام نيت هاد ملي كنا جايين في الطريق كان كيطيح الثلج اليوم عليو ماشي مشيش كنضرب زعما على الديكور اللي كان انا راه ما نعرفش الطريق كامله انا راه مشيت جلست القدام حدا السيد جلست القدام بلاصه ديال الكريسو كنت كنتناوب انا واشرف جلست هو في الاول وانا كملت الكماله ديال الطريق جلست القدام واحد والله هذيك ما شوف هذيك راه ندخل لك في هذيك عرفت كيف بان لك ولا لا كان ولكن ما ارتاحيتش فيه صراحه غير هو الصراحه ما تقدرش تلبس معاه شي حاجه غليظه هذا هو هذا هو زعما الحاجه اللي فيه خايبه خصك تلبس معاه شي حاجه رقيقه ولكن كيف ما كان الحال كي ما كيخليش انرجي كيفيزكو كيف ما قلت لكم جلست حدا الشيفور شديت معاه العصا في الاخر ديال الطريق المكار ديالنا هذا الكار هو الكار في الزينه هو هذا جلست تما فين جلست واحد المنظر صراحه غزير 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 بزاف ولكن حيت كنا ديك الساعات باقي سخان في الكار دابا هبطنا ما بقاش غزير دابا ولا السماق اللي ولا الدنيا كلها بيضاء كلشي بيضاء كلشي بيضاء انا راه عشت شحال لابسه فريمون لبست 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 وباقي كنحس بالبرد مغلفه وهادو لي جيلي ديال لاسوسياسيون اسوسياسيون ستيب الخير لا شو سميت الفيلم انا ما عرفتوش انا يدي لي دابا كنعرف ما بقيتش كنحس بها الله والاخرى اللي معاها المهم بحال هكا طاح واحد الدريه تحت هادو غيبقى يضرب باش يجبدها الله يا خويا ما لقيتي ما تقول لي ما لقيتي باش تفيل عليا دونك هذا هو مشات لي السميه دابا المركب اللي غادي ندخلوا له ان شاء الله حتى نصوروا لكم من الداخل الكومبلكس الله 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 خصني نوريكم كيفاش دايره القضيه تحت ملي كنتمشاو مع تيلمون كاين الثلج اوكي نشوفوا كتحط رجلك كتغرق ها البلوك هزار معنا هزار حتى هي قهرها البرد ومعنا السعتمان تحية خاصة للسعتمان اللي بدا لنا اليوم الفلوغ هو اللي جا صايق بينا كون جا صايق بينا كنت تقلبنا في أول دورة عليكم البنات فريمون البرد بزاف 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 راه غير من الحالة غادي يبان لكم غير من اللباس غير من اللبس اللي لابسين غادي غادي تعرفوا القضية كيفاش دايرة إن شاء الله غتعيشوا تجربة زوينة مع أسماء إن شاء الله في الفلوغ اللي غدير على قبل الدوار تم حديد جبانس ولا الصف دوار الصف دوار الصف غادي نفرقوا فيه الحوايج جهة ديال بولمان اقليم بولمان بلعب على الدراري الصغار تكون كهربا سوسيو ميديكا ان شاء الله ان شاء الله وغيكون واحد الفلوغ واعر بزاف 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 ان شاء الله A few minutes later البنات حللنا دخلنا لي شالي غادي ندير لكم دويره فيها ندير لكم دويره بعدا كاينه في الشالي من الداخل ومن بعد غادي ندير لكم دويره على برا ما حد باقي الدنيا مجموعه دونك هذا هو المنظر من برا هادو كلهم دي شالي ديجا راه كاينين الدراري هنا وكاين الدراري لهي وهادي لونطري ديال الشالي اللي خدينا حنا البنات كاين هنا واحد الشوميني هادي جليسة هنا جليسة اخرى هو تما اون سالا لونجي ديري لها الدريجات وكتطلعو ومنها هي نيت كتقدري دوزي لا كوزين هادي هي الكوزينة فوالا هنا كاينه انا طالعه عائشه
هنا كاينه واحد لاتيغاس صغيوره صراحه منظر غزال. هنا حاشاكم التواليت عزكم الله. هنا لا كوزين اللي وريتكم من الجهه الاخرى. وفي البريمير ايتاج طلع البريمير ايتاج هذاك اللي وريتكم غير الشوسي. هنا لا سال دو بان عزكم الله. وهنا الشامبر نيميرو 1 شامبر بارونتال. ما يمديوش على هادشي يلاه دخلنا. اللي دخلت كتحط حوايجها لي ساكادو ديالها. هنا عاوتاني كاينه واحد المنظر غزال. كاين طاطيراس غزال هنايا. شوفوا المنظر صراحه المنظر غزال زعما ابار البرد المنظر واعر. شوفوا المنظر غزال 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 تبارك الله. هنا كاين بالكون اخر كاين تيغاس اخرى خرجوا من هاد الشومبر الاولى. و هنا جوست ا كوتي كاين لا شومبر نيميرو 2 فيها دو لي هكا سيباري. و هاد لا كوافوز بالكون اخر هنا. ولا طلعنا لدوزيام ايتاج حيت فيها الغيت شوسي بخوميير ايتاج و دوزيام ايتاج. كاين شي واحد هنا؟ انا طلع التليفوني دونك. هادي هي لاشامبغ لخرا. منظر منها غزال. شوفو على منظر لهيه صراحة غزال. واخا تلج بنات ايوا هذا مكان. هذا هو الشاليه درت لكم فيه ان تور. غادي يبقى على برا حتى نخرجوا ان شاء الله ونوريكم كيفاش داير الكومبلكس من على برا. دابا البرد موقع ما عندنا مازال فين نخرجوا كلها كيقلب غير ينعس ويتكبط وياكل ثلاثة ديال الحوايج. صراحة المنظر هنا غزال 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 عجبني. عجبني المنظر هكا بتل الشجر كلشي عامر بتل وداكشي كلشي البنات شوفوا تكبط لابسة بينوار ولابسة جاكيت. غادي عند الجيران غادي للشالي الاخر عند البنات باش نفطرو مجموعين تما. شوية ديال المسمنات شوية ديال الحريشات مهم صراحة راه فطور يكون هو هذاك سينك سينك. يلا الشالي ديال الدراري لهي كي جاتكم انا شوف زيد قرب كيما كي جاتكم اللبسة ما تلقاوش بحالها. يلا ضربة واحد اللبسة ما ضربة حتى شي واحد من غيري واقيلا كاع دارت بينوار وفوق منو الجاكيت وريك راه واحد البرد زعما سوبورتابل وحق الله. السلام عليكم. ماني الدار وعرفونا جايين الفطر عندهم هما يهربوا. السلام عليكم. ما كاين حد. السميشه خرجات غنفطروا في الصاله الاخر. اوف السميشه خرجات. واش بونس راه هو هذا ولا هذاك ياك قال لي هذا ولا يا هذاك يا هذاك راه اللي حدانا هو هذا. نعم حصلت متلبسه. وها فطورنا قلت لنا قربوا. ها هو بسمنات وحريشات وكيك وقهيوه جمعنا كاملين. جلسي اختي جلسي كيسان باقي كيتسناو اتاي. والله حويا كتعيط لكن هذا ما بقيتي فتوش. البنات والدراري ما صورتش لكم من الصباح من الفطور.
صراحه اليوم غادي للراحه النهار هذا دوزنا غير راحه النعاس لحقاش البرد والبارح بالليل ما نعسناش دابا يلا غنتغداو الخمسة ونص ياكم الخمسة ونص يلا غادي نتغداو تغديتنا البنات اللي معايا في الشاري لحقاش تفرقنا تفرقنا على دي جروب كل جروب كاين في الشاري دونك يلا غادي نعتقو روحنا هذيك الساعات غادي نمشيو حيت عندنا ريونيون باش نبداو لي بريباراسيون ديال الخدمه اللي عندنا ان شاء الله في بولمان يلا ايوا تغدينا زهره دريت عندي بحال الحين اصلا تغدينا ودابا عندنا ريونيون البنات معايا في الشالي امينه عائشه ايمان 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 ديما كنقولها امينه عائشه باني راديا سارة أسرة ومريم طبيعة الحال دونك مكبطين بعدا راه شويه ما بقاش كيطيح الثلج وكيف ما كتشوفوا هنا الطريق شويه راه صرحات زعما الطريق داب شويه الثلج ماشي بحال كيف كان في الاول أسرة وصافي هزه معايا ساكادو ديالي فيه الماتيريال تريبيدو وغادي دابا لاصال دغينيو حيت عندنا غينيو كيف ما قلت لكم انا غادي نقول ليها لا مالك عيسى في عيني ضروري من الصداع ضروري من الصداع البنات نعم سوري محيحين الشالي ديالنا واقيلا واش الشالي اللي فيه الحيوحات اكثر من الشالي الاخرين فينا الهرج بزاف يلا هما معنا نشوفوا لا غينيو كي غادي تدوز واشنو غادي يكون فيها ان شاء الله عرفتي البنات عرفتش كيبان لكم ما عرفتش كيبان لكم حرام عليكم والله الا حرام عليكم هذا الفيديو طلع كلشي باسره مالك غادي يسولوني يقول لي مال عائشه واسره اش بيناتهم تقولي لهم ولا بلاش بان ليا بلاش نورا الكومبلكس من داخل باقي ما درتش لكم شي دور فيه من داخل حيت كاين الثلج وما كاينش زعما صعيب باش تبقاي خارجه والتليفون في يديك دونك مازال ان شاء الله غندير لكم فيها شي دور باش تشوفوا بعدا غير ملي حبس الثلج ما بقاش كيطيح الحمد لله هاي اقول أقول أسماء شحال نيمو ديال الشالي ديالنا شحال فينا هما البنية ديال الشالي نيميرو 9 فينا هما جيتو احنا لا كلاس ساره شبعتي برد ماشي عاش بس كزودتي ماشي عاد متي ساره مكبطه واحد التكبيطه كتنعس مغلفه كلها مغلفه مع السكوادري صافي نعسات قتلتني بالضحك كلها مغلفه راسها مغلف وعنقها مغلف وكلها مغلف كيفاش حسيت يدخل والو ولكن راه صراحه راه المود ديال البرد واخا الشوفاج مغطي على والو جمعنا كاملين في الشومبر وحده غير باش نسخنوا كاينين الستور كاينين ثلاثه ديال لي شومبر اللي كاينين في الشالي كيف ما وريتكم وتجمعنا في وحده ملي بغينا نعسوا باش نرتاحوا بالنهار جمعنا في وحده حيت فريمون الموت 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 ديال البرد ايوا في سبيل الكرفان دونك هنا في عندنا لا ريونيون لا صال عندنا في لا ريونيون كاينه هنايا الياس تبارك الله على السي الياس دخل معاك شويه البرد ولا لا اللهم لك الحمد ماشي شي برد متي ولا باقي صافا الحمد لله ماشي شي برد ماشي شي برد منيتك اخويا لا اله الا الله انا صافي غادي نموت مرحبا بكم شوفي ولد الناس صافي فوالا دونك هنا فين عندنا لا ريونيون وخايبه نسمعوا الصداع حيت يلاه نقادوا لاصال لاصال عندنا لاصال عندنا في لا ريونيون
شي حاجه كانوا جوج ليا وغادي نداونا بلاصيون ولكن باش نبداو حنا خدام مي بيان سي غادي تكون بوز عفا ويتشونجو باش نسخن يديا والبنات تبارك الله عليهم راهم عجنوا عجنون الخبز وعجنون البطوط بلاتي نوريكم انتوما هذا البطوط ولا الخبز الخبز ما كاينش مقله فاش يطيب انتوما تبارك الله راه بانيو ديال العجين لحقاش حنا راه تبارك الله كثار تقريبا شي 38 بيرسون يلاه 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 هذا مع الثلوجات ما كاينش صعيب صعيب على حساب باش نمشيو نتقداو ونجيبو داكشي اللي خاصنا يعني تقدينا مره واحده وسط النهار صافي ودابا قالوا البنات علاش ما نعزلوش الخبز يعني نحيدوا علينا الخبز المهم راكم عارفين البرد راه كيوكلوا الخبز شي حاجه اللي هي ضروريه انا الصراحه مخشيه هنايا حيت كزيت كنت على برا صافي وكزيت كزيت كزيت دخلت غير باش نسخن شويه يدي حتى يدي كيولاو شوفوا تيلمون كي البرد تيدي زراقوا عليا نسمعوا الصداع مع البنات كلشي كيدوي حنا مجموعين في الشالي اخر ديال البنات الاخرين مجموعين عندهم ايوا نصيبوا عشيوتنا اليوم نتعشاو هنايا في الشالي حقاش فطور فطرنا مجموعين داكشي اللي كنا جبناه اللي تقدينا غدا كنا دوزنا دي كوموند داروا لنا لا ليفريزون لواحد الغيستو والعشاء صايبناه نصايبوهم مجموعين تنوريكم شنو غادي نصايبو العشاء ان شاء الله دابا سبقنا الخبز هو اللي صايب زاد الخشب الشوميني لحقاش بدا كي اش كيبان لكم الضو لا لحقاش بدا كيهبى بدا كيطفى هو الصراحه اللي كيسخن لينا اللي كيسخن لنا لي شالي دار مسكين على كاع لي شالي زاد فيهم الخشب عاود شعل لي شوميني اللي طفاو باش نطفاو بهم شويه هانتوما ايوا جينا عند السي عثمان هو البريزيدون اليوم شيف كوزيني حيت هو اللي غادي يصايب لينا العشاء ها هو راه ديجا تبارك الله عليه زعما داكشي كلشي وجدو حطو شنو تصايب لنا عثمان الوغ اليوم غادي يكون عندنا غادي نحاولوا نقادو الكراتان ديال لي بات كيف كتشوفوا بلادان بلادان تشمعي كاين بزاف ديال الحوايج شي حاجه سهله وزوينه دونك قلنا عثمان شنو غادي تحضرنا اليوم العشاء ان شاء الله الوغ اليوم غادي نقادو غراتان ديال لي بات بلاصوص بلونش بلادان ولا دان فيمي شي حاجه سهله وخفيفه وسهله في التحضير واهم حاجه التحدي السات ديال لي غراتان غادي يكونوا لان ليفيكتيف غادي يكون كبير بزاف دونك خليكم معنا باش تشوفوا المقادير اللي غادي نستعجفوا هنايا عندنا السات سلايف ديال لادان حاولنا انا نشمل لها بالزيت وشويه الزيت وشويه الملحه والبزار تقريبا هنا معدل ديال نص كيلو في كل زلافه كيف كتشوفوا هنايا بالنسبه للمقادير هنا عندنا الملحه غادي نحتاجوها باش نقادوا لاصوص هنايا البزار هنا الكوزه وهنايا الزعتر هنا كنحتاجوا حتى الزبده باش اننا نطلعوا البشاميل كذلك الدقيق حتى هو كنحتاجوه
كنحتاجو باش المنكه هو هذا الداد فيمين اللي كيجي زوين داك الميلونج ما بينه وبين لا دان. وكذلك عندنا السلايف ديال الفرماج الاحمر اللي حتى هو كيعطي واحد النسيمه زوينه. الاساسي هو لي بات اللي كناخذو كنستعملو هذا النوع هذا ديال لي بات لانه كيشرب لاصوص وكيكون كيتفاعل يعني مع الكاطا وكيعطي نكهه زوينه. كيف كتشوفوا هنايا كاين الحليب هنا الى شفتوا عندنا السيتو ديال الحليب معدل ديال كل غراطه غادي نسالكو فيها ايطرو ديال الحليب. علاش ايطرو؟ كنبغيوها تكون يعني لاصوص فيها مزيانه وما تجيش ناشفه. A few minutes later على شي هو ديال عثمان غراطان ديال بنوخ واخا كملنا حنا ها انتوما صراحه جات زوينه.